اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلام احمد عفيفي كان واضح جدا ان الكلام مقصود بيه النادي الاهلي، لانه حتى لما بيقول لهم يا حسني مين الفرقه اللي عمرها ما ركبت لتوبيس ولا راحت مصر طريق مصر اسماعيليه، واحنا قلنا لكم ده تقدير امني، لا الاهلي معترض ولا الاهلي اللي بيختار. وبعدين يا سيدي ولا الاسماعيلي بيجي لي، ولا الاسماعيلي بيجي، يعني منتهى تكافؤ الفرص. لا الاسماعيلي ما بيجيش يلعب مع الاهلي في القاهره، ولا الاهلي بيروح للاسماعيلي. بنلعب على ملاعب محايده احنا الاثنين. ايه فكره ان انا باستمرار عايز ازكي ديت عند جمهور الاسماعيلي على اعتبار الاهلي هيروح يلاقي ايه؟ ما هي دي هنا بقى زراعه الفتنه. انت بتقول يعني الاهلي هيروح يلاقي ايه مختلف عن اللي بيلاقيه الزمالك مثلا؟ يعني انت ليه مصر على ان الاسماعيلي يعني الاهلي هيروح الى الجحيم؟ لا مش مفروض ليه كده؟ ليه كده؟ ده بالعكس ليه كده وانت عارف مين اللي بينظم المسابقه؟ وانت عارف انه تقدير الموقف الامني ارجوكوا اجبروا وعقلوا للكل. تقدير الموقف الامني مش بتاع النادي الاهلي ولا بتاع اي حد، بتاع السلطات الامنيه اللي هنجيب لكم للمره الثانيه والثالثه. الكابتن مازن مرزوق اللي حط جدول الدوري وادار على بدايه هو اللي اشرف على بدايه المسابقه هيقول لكم مرة تانية هل الأهلي بيرفض يروح الإسماعيلي؟ الكلام ده قبل ما يكون لأحمد عفيفي لجمهور الإسماعيلية ولجمهور الزمالك وللجماهير اللي بيحاول عفيفي وغيره يحطوا السم في العسل. هنشوف الكابتن مازن مرزوق. الجهات الأمنية وافقت على أغلب الملاعب، في بعض الملاعب لها اشتراطات أمنية ولهم الحق، يعني ما برضو مش كل ملعب هتقدر تلعب فيه كل المباريات او تقدر تلعب فيه الاهلي والزمالك بالذات. ايوه ليها اشتراطات امنيه، في حاجات بتتوافق عليها وفي حاجات ليها متطلبات زي استاد غزل المحل. أيوة. ليه متطلبات لازم يعملوا حاجات ويظبطوها، ما ظبطوهاش لغايه دي كانت طلبات الامن، كانت طلبات الامن، فلم تنتهي الحاجات الاشتراطات الامنيه. قال لك احنا محتاجين كاميرات بكواليتي عالي وباعداد وابواب معينه بارتفاعات معينه، يعني حاجات امنيه انا ما افهمش فيها قوي يعني، لكن في النهايه اشتراطات لابد من توفرها. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب بدليل النادي المحله طلع شكر النادي الاهلي. ما عندي كان المهندس حسام على القصه دي ويعني على ايدي انا اللي تدخلت علشان اقلب الماتشين علشان ما يبقاش في مشكله في الملعب، وحصلت مع نادي الزمالك وبيراميدز، نادي الزمالك وطلايع الجيش اللي هيبقى في الاسبوع السادس نفس القصه. قلبت الماتشين، اتقلبت الماتشات بموافقه الناديين. يعني انا مش لوحدي كده باخد قرار، لا ما ينفعش، لازم موافقه الناديين يوافقوا، فبنقلب عشان مشكله الملاعب. استاد القاهره هيتفتح يوم 15 يناير ان شاء الله. فالزمالك هيرجع يلعب في استاد القاهره، المفروض دجله كان برضو طالب يلعب في استاد القاهره فيقدر يرجع يلعب في استاد القاهره. طيب هل من ضمن الامور هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا بص عشان برضو الناس يعني في انديه برضو تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه خلاص، يبقى دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته. يعني اكيد انا لو عليا لعب الناس كلها، لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظرتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني انا ما عنديش الخلفيات بتاعت الامن، الامن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما انا اطلع اتكلم، لما انا اطلع اقول لا هيلعب الاهلي هنا والزمالك يلعب هنا، ابقى بقول اي كلام. لان اللي بيامن البلد دي ال 100 مليون هي الجهات الامنيه، وهي عارفه الصالح العام. طبعا في 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 بعض الحاجات هم ممكن يقول لك لا هنعمل دي، ممكن نعمل دي، ممكن نلعب ثلاث اربع ماتشات في اليوم في نفس المكان في نفس المديريه، يعني أيوة أيوة. بيتعاونوا في حاجات كتيره جدا، لكن في حاجات بتبقى ليها رؤيه امنيه واشتراطات امنيه معينه لابد من احترام. شوفوا بقى الموضوع بقى، يعني اذا كان في مسؤوليه بجد التعامل مع هذا الملف يجب ان يكون باعلى قدر من المسؤوليه. اما تلقيح الكلام مع كل قرار امني ده، ما يعني انا اتصور ان يجب التوقف بقى وحساب الحساب على هذا الامر، لانه بيقودنا الى اشياء اخرى. لا المصري والاسماعيلي بيلعبوا في خط القناه لاسباب امنيه، ولا الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري والزمالك والمصري بيلعبوا في بورسعيد. فهناك اسباب، محدش يقعد يتفلسف ويلاقح كلام ان دي بتتعمل عشان خاطر أندية. ولما
يعني نفس شفتوا المحاولة كانت قبل ماتش المحلة بنفس الطريقة وبنفس النهج وبنفس الأسلوب مع اختلاف الأشخاص، اللغة مختلفة لكن الفكر واحد. النهاردة طالع بعبقرية بذكاء انه يوجه كلام كابتن حسني ايه اللي يقصد بيه ان الوزير قاعد مع فرجاني ساسي يبقى اقعد مع الاسماعيلي شوف مشاكله ايه، واتقال والاهلي بيحل مشاكل رغم ان الوزير لم يتصدى لمشاكل نادي الاهلي. اذا على الاقل دلوقتي يعني وزير الحال، اذا الموضوع قلبته هو الزج بالاهلي في هذا الموضوع هو الغريب، مش الزج بالزمالك. ويا استاذ عفيفي مساله تلقيح الكلام بقى على الامن، لا اللي بيروحوا مصر اسماعيليه الاسماعيليه ما بيجيليش، وانت ما بتروحش للمصري والمصري ما بيجيلكش والاسماعيلي ما بيجيش للاهلي، قصه امنيه بحته. اسبابها ايه؟ روح ابحث عليها مع مسؤولينك مع الامن، ولكن هذا ملف لا ينبغي العبث فيه، كفى هذا الاسلوب. انما بقى المشكله الاكثر استاذ ابراهيم ده بيلقح التحكيم. اللي يضحكك التحكيم ده حكايته حكايه، موسم 2009 ده بعد الفاصل 2009 ده نموذج للعبث التحكيمي ضد الاهلي بعد الفاصل.